اهلا اهلا اهلا، ازيك حسن باشا؟ ده ايه النور ده؟ خطوه عزيزه، شرفتني في فرح بنتي. يا اهلا بيك. والله احنا اسفين على ازعاج اسماعيل بيه في المناسبه السعيده دي والجمع الجميل ده. اتفضل معانا. اتفضل معاكم فين وليه؟ فين يا باشا؟ في النيابه يا هاني، وهناك هيفهم كل حاجه. يلا اسماعيل بيه اتفضل. بعد اذنك، انا ممدوح عبد الحميد، محامي في شركه اسماعيل بيه. ممكن افهم ايه الموضوع؟ طبعا، بس الكلام ده في النيابه. حضرتك تقدر تحصلنا وهناك هتفهم كل حاجه. اصل الموضوع كبير قوي يا متر، قضايا كتيره، تزوير وتهرب ضريبي ورشاوي ويعلم ايه تاني. يلا اسماعيل بيه اتفضل. طب حسام باشا، من فضلك يعني ممكن حضرتك تسبقني وانا احصلك بالعربيه؟ يا ريت كان ينفع اسماعيل بيه، بس حضرتك لازم تشرف معايا. اتفضل. اتفضل باشا.